حلقة النهاردة بنتكلم عن دعوى النسب وإشكاليات دعوى النسب. الحقيقة دعوى النسب من الأمور اللي يعني ذات طبيعة خاصة جدا من كل موضوعات القانون، لأنها تتعلق بحياة إنسان اتوجد في الحياة ليس له يد في إن هو جه الدنيا دي، ولكن هو عايز يعيش كمواطن يتحمل يكتسب كل الحقوق ويتحمل بكل الالتزامات. فالحقيقة ايه هو موقف دعوى النسب، وايه هي اشكاليات دعوى النسب، وايه مشكلتها؟ ناس كتيرة جدا بتبقى فاكرة ان الموضوع يعني بيتم بسهولة جدا، ونظرا طبعا للتقدم العلمي والوسائل العلمية وما الى ذلك، بيبقوا فاكرين ان الامور بتسير بشكل طبيعي، ويعني اي حد بيرفع الدعوى وبيكسبها او بيخسرها، والتحاليل الطبية والعلمية وما إلى ذلك تحسم الموضوع وخلاص والموضوع ينتهي. لكن طبعا هناك ضوابط الحقيقة قانونية وتشريعية وإنسانية أيضا لابد أن احنا نراعيها وإحنا بنفهم وبنتعلم يعني إيه دعوى النسب. الحقيقة أن هناك مبادئ بتحكم دعوى النسب، مبادئ أهمة جدا. أولا، الأصل في الإنسان هو البراءة وليس الإدانة. ليس الأصل في الإنسان الذنب والمعصية، الأصل في الإنسان البراءة. دي حاجة مهمة جدا لازم إن احنا نحطها في اعتبارنا قبل ما نتكلم. أيضا البينة على من ادعى واليمين على من أنكر، ده من أول القواعد في الإثبات، سواء كان يعني من مصادرنا الشرعية ومن حديث الرسول صلى الله عليه وسلم أو من التشريع ومن القانون. البينة على من ادعى واليمين على من أنكر، فلابد أولا من يدعي على أحد بشيء أن يقدم له الدليل أو حتى القرينة التي قد تحتمل الصح وقد تحتمل الخطأ، ومن الظروف ومن تقدير يعني المحكمة لظروف القضية بنبتدي نشوف هل فعلا هذا الادعاء صحيح أو غير صحيح. ولكن أولا لابد من وضع في الاعتبار مبدئين هامين جدا، وهو أن الأصل في الإنسان البراءة وليس الإدانة، الأصل في الإنسان البراءة وليست المعصية أو الذنب، وأيضا من البينة على من ادعى واليمين على من أنكر. الأصل في الإنسان البراءة. ليه بنقول كده؟ لأن أول مادة من مواد الحقيقة قانون الأحوال الشخصية أو قانون الأسرة فيما يخص دعوى النسب أنه لا تسمع دعوى النسب إلا إذا كان هناك علاقة زوجية. بمعنى إيه؟ بمعنى أن النسب عندما يولد طفل من رحم امرأة ومن رجل وامرأة، فإن هذا يعني أن هناك علاقة إنسانية، علاقة جنسية حدثت وتمت بين هذين الطرفين، نتج عنها مولود. فمن الطبيعي جدا أن تكون هذه العلاقة، إذا افترضنا في الإنسان البراءة، أن تكون هذه العلاقة علاقة شرعية. إحنا ما نقدرش أبدا أن احنا نفترض في إنسان أن هو ارتكب جريمة الزنا وارتكب يعني الفاحشة ونتج عنها ولد كده بمنتهى البساطة. ما نقدرش أبدا أن احنا نفتح الباب لأي امرأة أنها تلقي التهم على أي رجل وتقول أصل هذا الرجل أنا خلفت منه، وأن هذا هو الأب البيولوجي لهذا الطفل. لابد أن يكون هناك ما يسمى في القانون بشبهة الدخول. شبهة الدخول بالمرأة لا تحدث إلا ولا تتوفر ولا يستطيع القانون أن يقرها أو يتعامل عليها إلا إذا كان هناك علاقة زوجية، سواء كان هذا العلاقة علاقة زوجية شرعية يعني موثقة، أو علاقة عرفية بموجب ورقة عرفية، أو حتى تثبت بشهادة الشهود ولم تثبت بالكتابة، ولكن لابد من توفرها أولا حتى تسمع دعوى النسب. لابد أن تكون هناك علاقة زوجية واضحة. ما يقدرش أبدا أن احنا نفتح الباب لأي ست أنها ترفع دعوى على أي راجل علشان تقول هذا الرجل هو الأب البيولوجي لهذا الطفل. الأم بالفعل بتروح تجيب اختار بالولادة وبتجيب ورقة تثبت، قد تكون ورقة رسمية أو من مستشفى خاصة أو من مستشفى حكومية، أنها بالفعل أنجبت هذا الطفل أو هذه الطفلة، وهذا الطفل فعلا هو ابنها أو بنتها. كل ده كلام جميل، ولكن علشان نثبت نسب هذا الطفل لابد من تقديم إلى المحكمة ما يفيد أن هناك زواج. ولكن الدستور والقانون قد أعفى الإنسان أنه لا يجوز أبدا أن احنا نخضع الإنسان أو المواطن إلى الكشف الطبي القسري أو التحاليل الطبية رغما عنه ورغما عن إرادته. طبعا هذا الكلام غير صحيح. طيب وما الإمتى احنا نقدر نخدع هذا الرجل؟ إذا قدمنا ما يفيد أنه كانت هناك علاقة زوجية شرعيا كانت أو عرفية ما بين هذا الرجل وهذه المرأة، فهذه قرينة تحتمل العكس
أو هذا دليل، إذا كان الزواج موثقا فهذا يعتبر دليل على أنه قد يكون فعلا وقع عليها، وقد يكون فعلا يعني أقام معها العلاقة، علاقة الفراش، وبالتالي أنجب منها. أما إذا كانت العلاقة عرفية فأيضا هناك هو أيضا يعتبر زواج، ولكن هل حدث فعلا علاقة اتصال جسدي ما بينهم حتى ينتج هذا الطفل أو من عدمه؟ في هذه الحالة يكون من حق المدعى عليه أو من الواجب أو من المفروض على المدعى عليه أن هو يمثل أمام عدالة المحكمة ويقدم دفاعه. من الممكن جدا أن يكون علاقة الزوجية كانت قائمة ما بينهم بموجب العقد، يعني اتكتب كتابهم أو اتجوزوا رسمي أو عرفي، ولكن هذا الزوج سافر ولم يعني تتوفر الخلوة الصحيحة لزوجته، ففي هذه الحالة هو يطلب بنفسه أنه يحال إلى الطب الشرعي وإجراء التحاليل اللازمة. ولكن من حق المرأة في هذه الحالة أنها تتقدم بدعوى النسب، لأن هناك ما يفيد شبهة الدخول أو ما يتوفر معه احتمالية أن يكون قد اجتمع بامرأته وأن يكون اتصل بها اتصالا جسديا ينتج عنه هذا الجنين أو هذا الطفل. فدعوى النسب الحقيقة أيضا بتحكمها قواعد شرعية، أن الولد للفراش، أي أن النسب والميراث لا يكون للولد الغير شرعي، يكون دائما للطفل الناتج من العلاقة الزوجية الصحيحة. وزي ما قلنا العلاقة الزوجية الصحيحة قد تكون بزواجا شرعيا أو زواجا عرفيا، ولكن من أجل التقدم لدعوى النسب لابد وأن تكون هناك ما نعبر عنه في القانون، وهي شبهة الدخول بالمرأة من قبل زوجها، وهو ما يفترضه القانون وما يفترضه الشرع في الإنسان، أن الرجل لا يقع على مرأة لا تحل له، أن الأصل في الإنسان هو البراءة. ولكن في مثل هذه في مثل هذا الموضوع تحديدا، موضوع النسب هو يتعلق بجريمة كبيرة جدا وأحد وأكبر الكبائر، وهي الزنا، من الكبائر في الذنوب، وهي واقعة الزنا التي لا يمكن أن نفترضها في أي إنسان ولا يمكن أن تتحقق في أي إنسان. فإذا لابد أن احنا نلجأ إلى القانون، ولابد أن احنا ندخل بهذه العلاقة إلى ساحات القانون وساحات القضاء حتى نثبت أو حتى نثبت ما نتج عن هذه العلاقة من نسب أو من ميلاد طفل أو طفلة، يبقى هناك ضوابط لابد أن ندخل بها، وهي وجود علاقة زوجية سواء كانت شرعية أو عرفية، بأكد على ذلك. فالأصل في الإنسان هو البراءة، ما أقدرش أفترض في أي إنسان إن هو ارتكب جريمة الزنا لمجرد إن واحدة قالت هذا الرجل وقع علي أو اتصل بي أو يعني وقع أو أنه اختلى بها الخلوة الصحيحة أو أنه يعني اتصل بها اتصالا جنسيا. لا نستطيع أبدا إحنا نصدق أي واحدة، لأن دوت بيفتح الباب على التشهير بالناس وإلى إيذاء الناس نفسيا وجسديا وأدبيا أيضا، إنه أي إنسان تلصق به دعوى نسب في أي وقت، لو إحنا عايزين نسيء إلى بني آدم ونتعمد الإساءة إليه أو تحقيق الإساءة إليه، إن إحنا بقى كل شوية نجيب واحدة وترفع عليه دعوة، وكل شوية نجيب واحدة ترفع عليه دعوة، دعوى نسب ودعوى نسب وما إلى ذلك، ونفتح الباب على مصراعيه في مثل هذه الأمور. حقيقة موضوع شائك جدا جدا، الناس كلها زي ما قلت في بداية الحلقة، الناس بتتصور ان الموضوع بسيط وسهل، لكن هناك ضوابط شرعية ما نقدرش ابدا ان احنا نتخطاها، ضوابط قانونية ودستورية. الاصل في الانسان البراءة، لا يمكن ابدا ان احنا نخضع الانسان الى اجراء كشوف طبية او تحاليل او فحوصات طبية رغما عن ارادته او غصب عنه دون ان يكون هناك مبرر او مسوغ من القانون. أيضا أن الولد للفراش، وأنه لا تسمع دعوى النسب إذا أنكر الزوج أو المدعى عليه النسب منذ أول جلسة. نسأل الله لنا ولكم التوفيق والسداد.